رمضان إجا، كل عام وانتم بألف خير. يعني مع انه طياتي اليوم متأخر كثير، طياتي الساعة 3 الفجر والساعة على تقريبا 12 ونص بالليل، بس ما شاء الله في سيارات في أزمة. خلصنا تشيك إن كل شيء، هلا على الجيت إن شاء الله. خلينا نشوف كتاب نقرأه، إذا في كتب كويسة ناخذها. كتب تطوير الذات، Mindset. To give a great presentation. هذا حلو. Talk like TED. يعني عادة أنا بحب أخذ هيك كتاب قبل ما أطلع الطيارة، بس كل العناوين يعني في إما إشي قارئه أو عناوين نص نص. شايف مليان أقول كلهم معي على فرانكفورت. على الساعة تقريبا 2:45 الفجر، رايل على طيارتنا ساعة وربع إن شاء الله، وقرب أصلا أذان الفجر فلازم أتسحر قبل ما أطلع الطيارة. طبعا أصدقائي اللي ما بيعرف، في ألمانيا عدد ساعات الصيام 18 ساعة، وأنا إن شاء الله نويت إنه راح أصوم طوال فترة سفرتي. يعني راح أحاول قدر الإمكان إن شاء الله إنه أستمر في الصيام حتى لو كان الوضع متعب. أنا عادة كنت بحب قبل ما أدخل الطيارة إني أتناول كتاب هيك بالصدفة، وما أكون مخطط إيش الكتاب اللي راح أخذه، بس زي ما شفتوا العناوين ما كانت كثير مشجعة بالنسبة لي، إنه يا إما قارئها يا إما ما كانت كثير كثير مشجعة. فعلى كل حال أنا معي الكندل الخاص فيه. هاي المرة اليوم بيقولوا لنا على الموعد إن شاء الله أنها تطلع صحيحة. آخر مرة سافرت تأخرنا عن الموعد تقريبا 10 ساعات. يلا خير إن شاء الله. يا سبحان الله، فعلا هلت بوادر الشهر الفضيل، ما شاء الله المطار مليان ناس طالعين عمرة ومحرمين وجاهزين، فإن شاء الله نسأل الله أن يتقبل من الجميع، تقبل طاعاتكم جميعا ويرزقكم الخير كله بإذن الله. عم بدور على اشي اكله، لانه صراحة متوقع بالطيارة ما حيكون في، الوجبة رح تتقدم بعد اذان الفجر، فما لقيت كلها مطاعم وجبات سريعة. اخذت عصير برتقال والسالد من ماكدونالدز، هذا اكثر اشي صحي لقيته في المطار اليوم. يعني شكلها مش بطال بصراحة، الدريسنج ما رح احطه. هيك خلصت الاكل الصحي تخيلوا من الماكدونالدز، يعني اتليست في عندهم ايتم على المنيو الواحد ممكن ياخذه. كل ما اجي على حمام الطيارة على التواليت بالطيارة بكون مستغرب انه فعلا يعني ما في، كل سنتي محسوب بحساب قديش صغير، يا دوبك تقدر تتحرك فيه. فاحنا البشر بنقدر لما نفكر نستغل المساحات صح بشكل رائع. اني اصور هيك من المراية يمكن هاي اول مرة بعملها، بس هي عشان المايك عشان الصوت يكون عالي وتكون الصورة، فهذا حل سريع. طبعا وزعوا الاكل بعد الوقت المحدد للفجر فراحت علينا، لكن الحمد لله اني اكلت في المطار فهي كانت خطوة جيدة. والان ضايلنا تقريبا ساعتين بنوصل فرانكفورت، وبعد فرانكفورت راح اضل طالع على ميونخ.
هناك شو في تريننج كورس، في كورس تدريبي بحكي لكم عنه ان شاء الله خلال الرحله، راح اصور لكم كثير، راح يكون جوله في المانيا كلياتها من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، اشياء رائعه ان شاء الله بوثق لكم اياها اول باول. شوفوا قوه الايحاء، يعني عباره مكتوبه بشكل جميل، وهي بتلاقوها بمعظم الطيارات كنوع من المجامله للراكب التالي، هل يمكننا ان نقترح عليك ان تستخدم المنشفه حتى تمسح المغسله اللي هون بتشوفوها. يعني حركة جميلة واقتراح إيحاء ذاتي حتى أنت ما تحس أنك مفروض عليك تعملها، فبتكون تعملها بطيب خاطر وطيب نفس. أخذت الجواز وهلا نروح على التأمين القطار. هنا على ايه 11. لمحبي السيارات هاي الميني كوبر كاتبين عنها انها هايبريد، بس انا شايفهم واصلينها بالكهرباء. خلينا نشوف وين البنزين تبعها، وين الفيول اوتلت. اوكي حياتها. سو هي هايبريد وممكن تنشحها بنفس الوقت. جميل والله. هاي وصلنا على الجيت 11، لسه ما فتحت، باقي 40 دقيقه للاقلاع. دائما كل ما اشوف غرفه التدخين بحس هيك قديش الجماعه عم بتعذبوا جوا، مساكين عايشين في ضباب. كل غرف التدخين بالمطارات يعني تفتقر للتهوية المناسبة، فبتلاقيها مثل الضباب مكتمة. أنا لأني بتذكر لما كنت مدخن، يمكن بعضكم بيعرفوا أني كنت مدخن، بس هذا حكي من زمان والحمد لله رب العالمين. الآن التدخين ما له أي علاقة ولا أي صلة بحياتي الحمد لله، يعني قدرت أقلع عنه للأبد ومن غير رجع من سنيني. هو قرارهم بالنهاية وبإيدهم أنهم يختاروا العكس. جميل كتب، خلينا نشوف إيش فيه. كتب إنجليزية. إنجليش بوشة غيف هي اوكي دان دانك يا 021 نيرو ترايبس ايلون ماسك هو رولد ذا وورلد. يبدو اليوم الكتب بالمطارات مش جاب انتباهي كثير. الساعه 7 وربع تقريبا صباحا في فرانكفورت، كلهم صاحيين بكير وبقمه النشاط، يعني مش بس بالمطار، يعني بحكي بالحياه العاديه، يعني بصحوا دائما بكير وكله على شغله. في ناس بتبلش دوامها على الساعه 6 صباحا وممكن قبل حتى، ف يعني شيء رائع. شكله كثير جميل ومغري الخبز والمعجنات والأشياء اللي عندهم. لولا أنه الواحد صايم اليوم كان أعطيناها فطور يا معلم. لأني قبل شوي كنت أحكي عن موضوع الرتم الحياة السريع وكيف الناس هنا بصحوا بكير وبيبلشوا شغلهم يمكن حتى 6 صباحا وبعضهم أقل، وهذا من تجربتي الشخصية يعني بحكي بعرفه. ففي دراسة خطرت على بالي كنت قارئها قبل فترة ودورت عليها لقيتها في الموبايل، بتحكي عن معدل الاختلاف، معدل سرعات المشي بين الدول المختلفة وكيف هذا بيعطيك مؤشر على تطور هاي الدولة، أي الدول في لها رتم حياة أسرع. وهم نقوا في الدراسة أنه أسرع الدول كانت هي اليابان، بعدها أوروبا الغربية، والدول الأقل سرعة كانت الدول النامية. وكمان لقوا أنه السرعة أو الرتم هو أسرع في الدول الأبرد الأكثر برودة، كل ما زاد البرد بتزيد سرعة الناس، فما تستغرب أنه مثلا في الدول الحارة تكون السرعة أبطأ، يعني إذا أنت في بلدك السرعة بطيئة شوي. وغير هيك في الدول اللي فيها تطور اقتصادي كبير سرعة الناس فيها أعلى. يلا مكمل معكم الدراسة بعدين لازم أروح الطيارة. Yes. Bye bye. Thank you. الترتيب اللي ذكرته في البداية هو مش سرعة المشي، هو ترتيب الإيقاع بأكمله، يعني بتضمن أكثر من شغلة، من ضمنها المشي ومن ضمنها سرعة البريد ودقة الساعة، فهي ثلاث معايير اعتمدوها حتى يحددوا سرعة الدولة أو سرعة إيقاع الدولة. لما نيجي نحكي عن خطوات المشي، سرعة المشي بحد ذاتها بنلاقي إنه إيرلندا هي أسرع مدينة أو أسرع دولة في العالم من ناحية المشي، وبعدين مثلا عندنا هولندا، الدول الأوروبية بإجمالا هي دول سريعة،
بنلاقي الأردن وسوريا تراجعوا، الأردن 28 وسوريا 29 تقريبا من آخر الدول في التصنيف، وأتوقع كمان في دول عربية كثير لو نحطها تكون أبطأ من هيك، ويمكن في دول تكون أسرع. يعني الدولتين اللي اختاروهم في الدراسة كانت الأردن وسوريا، رومانيا 5 مش رقم 1 في قبلهم، سريعين يعني أنت بتحكي 5 على مستوى العالم. تخيل النمسا، مع أنه ألمانيا والنمسا كثقافة قريبة وبيحكوا نفس اللغة تقريبا، هي اللغة الألمانية، بس ألمانيا سرعتها 5 والنمسا سرعتها 23. جماعة هناك ريلاكس أكثر. بدأت الطيارة تتحرك. طبعا واضح فرق كبير بين الحركة بمطار ميونخ ومطار فرانكفورت، هون أهدى الأمور، المطار أصغر والحركة عليه أخف. والبحث عن الحقائب، مطار هادي، حركة خفيفة فعلا. هو مش مطار صغير على فكرة، يعني هو يعني فيه حركة جيدة، بس لما تقارنه بالمطار الأكثر نشاطا فرانكفورت بيبين أنه نايم. هون لما تطلع الجمارك بيحكوا لك الخط الأحمر في عندك إشي، والخط الأخضر ما عندك إشي، يعني دخان أو أي إشي بدك تصرح عنه. ميونخ الرائعة، هذه الغرفة. Every time you need me, I'm telling you I'm here.